السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الخامس. سيكون عنوان درسنا لهذا اليوم الغذاء المتوازن. سبق وتعرفنا في الدرس الأول على مجموعات الغذاء الرئيسية وعلى تأثير نقص بعض المواد الغذائية على جسم الإنسان. اليوم رح نتعرف كيف يكون الغذاء المتوازن وما المقصود بالغذاء المتوازن. تعريف الغذاء المتوازن هو الغذاء الذي يحتوي على كميات مناسبة من مصادر كل مجموعة من مجموعات الغذاء. دعونا نتذكر مجموعات الغذاء الرئيسية: مجموعات الطاقة وهي الكربوهيدرات والدهون، مجموعة البناء وهي البروتينات، مجموعة الوقاية من الأمراض وهي مجموعة الفيتامينات، إضافة إلى مجموعة الأملاح المعدنية. هذه هي مجموعات الغذاء الرئيسية التي يجب أن يحتويها الغذاء المتوازن. نتناول الغذاء الصحي للمحافظة على صحة أجسامنا ووقايتها من الأمراض. والآن دعونا نتعرف ما المقصود بالطبق الصحي. هو شكل دائري مقسم إلى أجزاء تتناسب مع كمية الغذاء التي يجب تناولها من المجموعات الغذائية كما هو مبين بالشكل. هذا هو الطبق الصحي الذي يبين لنا نسبة المواد التي يجب علينا تناولها. نلاحظ النسبة الكبيرة للخضروات والحبوب، ثم تأتي البروتينات والفواكه والقليل من الألبان. هناك مجموعة من العادات الصحية التي يجب اتباعها للمحافظة على صحتنا، ومن هذه العادات: أولاً، التناول الغذاء الذي يعد في المنزل أكثر من الغذاء الجاهز. إذن يجب علينا يا خامس التقليل من تناول الغذاء الجاهز وتناول الأغذية التي تعد في المنزل بشكل أكبر لأنها صحية أكثر. أيضاً أشرب كميات كافية من الماء. سبق وحكينا يجب شرب على الأقل من 6 إلى يوميا في الدرس الأول. أغسل الخضار والفواكه جيدا قبل أكلها للتخلص من الجراثيم والميكروبات عنها. أيضا أقرأ المعلومات المدونة على الأغذية المعلبة قبل شرائها لمعرفة تاريخ إنتاجها وتاريخ انتهائها وما هي المكونات لهذه المواد الغذائية التي سأتناولها. أيضا أتجنب تناول الوجبات السريعة بكثرة وأتناول الغذاء الذي يعد في المنزل زي ما حكينا بشكل أكبر. إذن هذه بعض النصائح للعادات الصحية التي يجب علينا اتباعها في المحافظة على صحتنا أثناء تناول الغذاء. لا أكثر من تناول السكاكر والحلويات لأنها تعمل على تسوس الأسنان كما أنها تعمل على السمنة. أيضا ممارسة التمارين الرياضية بكثرة لتحريك الدورة الدموية في الجسم ولتكون صحتنا بشكل أفضل. النوم فترة كافية 8 ساعات على الأقل، ويفضل النوم باكرا والاستيقاظ باكرا للمحافظة على صحتنا. لماذا يكثر تناول الكربوهيدرات والدهون في فصل الشتاء؟ أحسنتم، لأنها مصدر للطاقة وهي تمد الجسم بالطاقة وبالتالي تعمل على تدفئة الجسم. ما أهمية الأملاح المعدنية للجسم؟ تدخل في تكوين الدم والعظام. لماذا ينصح بتعريض الجلد لأشعة الشمس؟ لأن أشعة الشمس تنشط تصنيع فيتامين د المهم للوقاية من بعض الأمراض كما سبق وحكينا. هيك يا خامس بنكون خلصنا الدرس الثاني. اتعرفنا ما المقصود بالغذاء المتوازن، اتعرفنا ما هو الطبق الصحي وكيفية التعرف على نسب المواد الغذائية التي يجب أن نتناولها في الغذاء الصحي. أيضا تعرفنا على بعض العادات التي يجب اتباعها أثناء تناول الأغذية للمحافظة على صحتنا.
أشكر لكم حسن متابعتكم. كانت معكم معلمتكم ميد دجاني من أكاديمية ريماس الدولية.